الآن سيظهر معكم على الشاشة. طيب حتى استعرض عدد، الآن تتابعوا مشاهدينا معي على الشاشة على الهواء مباشرة الأرقام. عدد الإجابات الإجمالية التي وصلت إلينا 10393. من أجاب بشكل صحيح يعني واختار رقم 3 اللي كانت الإجابة الصحيحة 5067، ومن اختار رقم 1 و2 5326. لكن كما ذكرت قبل قليل العشر 1393 سيدخلوا معنا على السحب، لأنه المعلومة صحيحة لكنها لم ترد في تفاصيل الفيلم أثناء عرض الحلقة أمس. الآن سأختار 3 فائزين من مجموع هذه الأرقام التي وصلتنا، وقيمة كل جائزة 50000. بسم الله أختار أول فائز. مبروك للفائز صاحب الرقم 00967720236150. إذن مبروك لصاحب الرقم، وأعيد الرقم مرة أخرى 00967720236150. طيب الآن نجري السحب ونختار الفائز الثاني. معكم على الشاشة الآن سنقوم باختيار الفائز الثاني، وقيمة الجائزة 50000 ريال يمني. بسم الله. مبروك، مبروك للفائز صاحب الرقم 00967713065058. مبروك لصاحب الرقم 00967713065058. مبروك إذن لصاحب الرقم 50000 ريال. طيب الآن نختار الفائز الثالث، نجري القرعة ونختار الفائز الثالث معكم. وبسم الله. مبروك لصاحب الرقم 00967770144944. مبروك إذن لصاحب الرقم 00967770144. إذن اخترنا 3 فائزين، مبروك للثلاثة الفائزين، قيمة كل جائزة 50000 ريال، ولديكم فرصة اليوم أيضا للإجابة على سؤال حلقة اليوم الذي سنضعه في نهاية هذه الحلقة.